بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم طلاب الصف الرابع الابتدائي مع درس جديد من دروس التربية الدينية الإسلامية. درسنا في السابق غزوة بدر، والآن نستكمل أحداث ما بعد غزوة بدر. عنوان درسنا اليوم إجلاء بني قينقاع. إجلاء بني قينقاع، هيا بنا نتعرف على أهم النقاط في هذا الدرس اليوم. يبدأ الكاتب اليوم أحداث الدرس في البداية ويقول: وفي اليوم التالي للندوة سأل أحمد أستاذه: وماذا كان بعد غزوة بدر؟ أجاب المعلم هذا السؤال: جيد يا أحمد، بينما يحتفل المسلمون بانتصارهم على أعدائهم في غزوة بدر ويتبادلون التهنئة ابتهاجا بهذا النصر العظيم، إذا بيهود بني قينقاع يكشفون عن حقدهم ويظهرون عداوتهم للمسلمين دون مراعاة للجوار، لأنهم كانوا يقيمون مع المسلمين في المدينة. نجد هنا أن المعلم قد أوضح أنه عندما انتصر المسلمون في غزوة بدر أخذوا يحتفلون بهذا الانتصار، ولكن يهود بني قينقاع قد كشفوا عن حقدهم، أي أظهروا حقدهم وأظهروا عداوتهم للمسلمين دون مراعاة للجوار، أنهم يعيشون في بلد واحدة وهي المدينة المنورة. وهنا سألت سعاد: وما موقف المسلمين منهم؟ فأجابها المعلم: انتظر المسلمون ما سوف تكشف عنه الأيام من مكر اليهود وخداعهم وعداوتهم. ويحكي لنا التاريخ أن اليهود تمادوا في الكيد المسلمين، فاعتدوا على حرمة امرأة مسلمة، مما دفع المسلمون إلى إعلان الحرب عليهم دفاعا عن كرامتهم وشرفهم. وسأل أحمد: كيف كانت الحرب؟ ويجيب المعلم: لقد لجأ اليهود إلى حصونهم يقاتلون منها، ففرض الرسول صلى الله عليه وسلم الحصار عليهم وأحكمه 15 ليلة، وشد عليهم حتى اضطروا إلى التسليم، فتركهم الرسول صلى الله عليه وسلم يرحلون من المدينة إلى الشام بناء على رغبتهم، ولم يعمروا هناك طويلا إذ هلك أكثرهم. وسألت مريم: ومتى كانت هذه الحرب؟ أجابها المعلم: كانت هذه الحرب في منتصف شهر شوال من السنة الثانية من الهجرة، أي عقب غزوة بدر بشهر واحد تقريبا. ثم سأل المعلم تلاميذه قائلا: ما الدروس المستفادة من ذلك؟ وكيف تعامل المسلم مع أهل الديانات الأخرى؟ أجاب أحمد: إن اليهود خائنون، فهم لم يحترموا العهود التي كانت بينهم وبين المسلمين، ولم يرعوا حقوق الجار، ولكن المسلمين يحفظون العهود ويحسنون معاملة الجار ويتعاملون مع غيرهم من أهل الديانات الأخرى بالحسنى. وهنا استأذن إسماعيل وقال: إن لي زميلا مسيحيا أتبادل معه الزيارات، وأذاكر معه أحيانا، وأتعامل معه دائما بالحسنى. قال المعلم: هذا هو خلق المسلم يا إسماعيل، ونحن في مصر نعيش إخوانا متحابين أقباطا ومسلمين، ونتعاون على الخير، ويشارك بعضنا بعضا في السراء والضراء، منذ أن فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه
مصر، ونقف صفا واحدا للدفاع عن الوطن، وبهذا يتحقق مفهوم الأمن والأمان للأمة وأبنائها. ونضيف إلى مخزون المعلومات لدينا أن يهود المدينة كانوا 3 طوائف: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريزة، وجميعهم نقضوا عهودهم مع الرسول والمسلمين، فكان جزاءهم التشريد والطرد من المدينة، أي أن اليهود بطبعهم خائنون في كل زمان وفي كل مكان. ويقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. صدق الله العظيم. ونتعلم من درس إجلاء بني قينقاع أن اليهود خائنون، فهم لم يحترموا العهود التي كانت بينهم وبين المسلمين، ولم يرعوا حقوق الجار. ثانيا، المسلمين يحفظون العهود ويحسنون معاملة الجار، ويتعاملون مع غيرهم من أهل الديانات الأخرى بالحسنى. ثالثا، نحن في مصر نعيش إخوانا متحابين أقباطا ومسلمين، ونتعاون على الخير، ويشارك بعضنا بعضا في السراء. منذ أن فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه مصر، ونقف صفا واحدا للدفاع عن الوطن، وبهذا يتحقق مفهوم الأمن والأمان للأمة وأبنائها. وننتقل الآن إلى أهم التدريبات والأسئلة التي قد ترد إلينا في الامتحان، وأتركك للإجابة عليها بنفسك لكي تقيس ما مدى فهمك لدرسنا اليوم. ركز جيدا قبل أن تجيب على أي من هذه الأسئلة. ونأتي الآن إلى سؤال الطلاب المبدعين، أطلب منك أن تفكر جيدا قبل أن تجيب على هذا السؤال. السؤال يقول: أين كان يقيم يهود بني قينقاع؟ وإلى هنا نصل إلى نهاية درسنا اليوم، وإلى لقاء آخر في دروس أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.